فود توداي النهارده معانا. بنرحب بفود توداي النهارده. احنا في بونيتا دلوقتي المكسيكان، وان اوف اور فور ريستورانتس. الباقيين هم تيتاز المصري، اميلي از فرنش كوزين، مطعم فرنساوي، وبيبا ده مطعم ايطالي. كانت فكره جريئه يت مختلفه ان احنا نعمل اربع مطاعم جنب بعض. الاربع مطاعم دول الكونسيبت بتاعهم جالنا من مبدا فكره ان ثلاث ارباع المطاعم بالذات الكاجوال دايننج اللي في مصر بيبقى الفكره بتاعتهم مبدا الكافيه، ان كل مطعم احنا واخدين الحلو من كل حاجه، اللي هو يعني الفرنش احلى حاجات في الفرنش، ديزرت ومين كورس، الايطالي نفس الكلام. مبدئين المكان اللي احنا قاعدين فيه ده نفس ده، احنا التاكوز والبيتوز دي نمبر 1 عندنا. فاعمليه انا ارجح لازم يجربوا الفطار، لان الفطار عندنا مختلف تماما عن اي فطار ممكن يبقى موجود في المطاعم اللي في مصر. في اللانش اند دينر مانيو في عندنا حاجات زي الكراستد شورت ريبز رهيبه، مختلفه جدا. في الفيليه بالفواجرا رهيب، الليمون كراستد سالمون برضو لذيذ جدا، وطبعا برضو البيستريز والجاتوهات عندنا ار سبيشالتي. بيبا البيتزا والباستا فظاع. انا عن نفسي بحب البيتزا اكتر من الباستا. فتيتا زي انا بحب الفطير جدا جدا، الفطير الفطير عندنا فعلا سبيشال. هو ثلاث ارباع الحاجات اللي هنا مش هلاقوها في حته ثانيه. ولكن عندنا اختصاص في كل حاجة. المميز فعلا هنا عن اي مكان تاني بجد في مصر، مش دعاية وخلاص، انه فعلا كل مطعم من المطاعم اللي عندنا الاربعة منفصل عن التاني. الميزة فيه انه كل حد ممكن يطلب من المطعم ويقعدوا مع بعض ياكلوا على نفس الترابيزة. دي من الحاجات اللي عملنا لنا ارجع عن بقية المطاعم كتير قوي. بشكر فود توداي ان هم نورونا النهارده واسعدتونا بوجودكم معانا، وان شاء الله نتقابل في الاماكن اللي جايه ان شاء الله.